وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معنا دلوقتي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، صباح الخير على الأستاذة المشرفة. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. يمكن فرق درجات شوية ما بين بالنهار وبالليل، يعني الصبح درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30، في حين أنها بالليل هتوصل ل17، هتبقى شوية مايلة للبرودة. طمنينا أخبار الجو إيه؟ بالفعل يمكن إحنا خلال هذه الأيام بنشهد أجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية لوقت ثابت السنة، لأن إحنا أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر عليها هي كتل هوائية شمالية خاصة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر عن المتوسط، كتل معتدلة بشكل كبير بقية من درجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد المحيط الجوي. المحيط الجوي ده بيعمل على وجود منخفضة متوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، وخاصة في فترات الصباح، وده بيساعد على عشان كده فترة. دكتورة منارة أنا هستأذن حضرتك بس لو تقفي في حتة ممكن يبقى فيها شبكة عشان الصوت بيقطع. هو طبعا طقس فترة النهار هيكون طقس رفيعي مائل للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد. هيكون كمان طقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد، ده بيكون في فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس أو بشدة الأشعة الشمسية وقت الظهر. دور غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، بنحس ببعض البرودة شوية خاصة كمان خاصة في فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. قيم درجات الحرارة الصغرى بتنخفض وتكون طبعا يعني الليلة اللي جاية دي هتكون 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فده بيحسسنا بالبرودة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية. خاصة كمان إن متوقع اليوم يكون في نشاط لرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعات الرياح هتكون ما بين 35 كيلو متر على الساعة، ده يساعد بشكل كبير على احساسنا بالمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ويساعد ان احنا نحس بالبرودة فترة الليل المتأخر في الصباح الباكر. كمان ايضا يكون متوقع مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يكون في فرص هبوط الامطار، لكن الامطار هتبقى موجودة فقط في مناطق من جنوب سيناء زي حرم الكاتبين، شرم الشيخ، دهب، مناطق كلها معرضة لهبوط امطار من خفيفة الى متوسطة واللي ممكن تكون رعدية احيانا. الطبيعه الجبليه والجغرافيه في الاماكن الموجوده في جنوب سيناء ممكن تؤدي تشكل بعض الشروق الخفيفه، ده مستمر معانا اليوم وتكون على فترات متقطعه. كمان طبعا الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره فتره الصباح الباكر واللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والخريفه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 او 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاحوال الجويه هتستمر معانا حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه الجويه. مع يوم الجمعه ممكن نلاحظ ارتفاعات خفيفه جدا في قيم درجات الحراره، يعني متوقع الارتفاع ده يكون بمعدل من 3 ل 4 درجات خاصه يوم الجمعه ويوم الاحد القادم ان شاء الله. هنحس فيها بالاجواء الحر فتره النهار، لكن يعني ما فيش منها قلق تماما، مش ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره زي اللي شايفناها الاسبوع الماضي. هناكد بس على كل الساده المواطنين مهم جدا لو احنا ارتدينا الملابس الصغيره فتره النهار فترات الليل تكون المغربيه، لان لسه في بروده في الجو، في فرق بالفعل في قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، الفرق ده بيتجاوز اكيد ال 10 وال 12 درجه مئويه. ناخد بالنا بس من نوعيه الملابس اكيد أكيد. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 30 والصغرى 17، أيضا العاصمة الإدارية 30-17، اسكندرية 25-16، والعلمين الجديدة 24-15، مطروح 23-13، ودمياط 25-18، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 30-16.
السويس 29-17 والعريش 24-17، كاترين 24-12 وطابة 28-21، حلايب 28-24 وشلاتين 32-23، شرم الشيخ 32-25 والغردقة 31-23، الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 17 وبني سويف العظمى 31 والصغرى 16، الوادي الجديد 34-21 وأسيوط 30-15، سوهاج 33-18 وقنا 36-21، الأقصر 37-22 وأسوان 37-22. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة.